تشهد بلادنا اليوم قفزة نوعية وطفرة كبيرة من حيث الأوراش والمشاريع الكبرى المنجزة بمختلف ربوع المملكة بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك والحرص الحكومي على توفير آليات الإقلاع الاقتصادي اعتبارا لما يحظى به قطاع البناء والأشغال العمومية من أهمية بالغة في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى التنمية الاجتماعية. ولا يخفى أن المقاولة الوطنية للبناء والأشغال العمومية تلعب دورا حيويا في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يصبو إليه المغرب عبر تحسين أدائها وعصرنة طرق تدبيرها والرفع من مستوى التشغيل في هذا القطاع، وذلك باللجوء إلى المقاولة المؤهلة والمصنفة. وتبقى هذه الأهداف رهينة طبعا بالتنظيم المؤسساتي والمالي للمقاولات وبالرفع من قدراتها المالية ومن مستويات التأطير داخلها وانفتاحها على محيطها واطلاعها على كل المستجدات التقنية والعلمية والهندسية التي يعرفها القطاع. وفي هذا الإطار يشكل نظام تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية حجر الزاوية في تنمية هذا القطاع، حيث تم اعتماد مرسوم رقم 294223 بتاريخ 15 من يونيو عام 1994، يتعلق بنظام تكييف وتصنيف المقاولة الوطنية في البناء والأشغال العمومية، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 6 من يوليو عام 1995. وقد شهد هذا النظام عدة تحسينات طيلة 20 سنة الأخيرة مست نوعية المعايير المعتمدة لتصنيف المقاولات وتكييفها. وهكذا وفي إطار عملية التحسين المستمر لهذا النظام في أفق توحيده وتعميمه على جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بشرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بتنسيق مع أعضاء اللجنة الوطنية للتكييف والتصنيف عملية تحسين قواعد نظام تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، وتهدف إلى ملائمة مجموع مجالات الأنشطة التي تعمل فيها مقاولات البناء والأشغال العمومية مع حاجيات مختلف القطاعات الوزارية وأصحاب المشاريع من حيث التأهيلات والتصنيفات المعتمدة، وكذا الرفع من مستوى التأطير التقني للمقاولة الوطنية من مهندسين وتقنيين ذوي خبرة ومؤهلات، مما سيمكن من خلق الثروة وإحداث فرص الشغل وضمان منافسة أوسع بين المقاولات في إطار الشفافية والمساواة. إن المعايير والمتطلبات الجديدة التي تم اعتمادها لتصنيف المقاولة تأخذ بعين الاعتبار خاصة الجانب الكيفي والكمي لخبرة ومؤهلات أطرها التقنية، مما سيمكن من تقوية قدرات تأطيرها التقني وكذا تنظيمها وإعادة هيكلتها لتلبية حاجيات البلاد من إنجاز التجهيزات الأساسية في الأجال والجودة المطلوبة في إطار من الشفافية والمساواة. ولهذا الغرض وبعد مشاورة اللجنة الوطنية للتكييف والتصنيف تم نشر القرارين التاليين بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 من شتنبر 2014. قرار رقم 14395 بتاريخ 23 من يونيو عام 2014 بنسخ وتعويض قائمة قطاعات وتأهيل مقاولات البناء والأشغال العمومية الملحقة بالمرسوم رقم 294233 السالف في الذكر. قرار رقم 14394 بتاريخ 23 من يونيو 2014 يحدد عدد أصناف مقاولات البناء والأشغال العمومية التي يشتمل عليها كل قطاع من القطاعات وكذا مستويات الترتيب داخل كل صنف والمبلغ السنوي الأقصى للصفقة التي يمكن أن تقبل مقاولة من صنف معين لتقديم عرض في شأنها. وسيدخل هذان القراران حيز التنفيذ بداية شهر يناير عام 2015.